السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Open Assistant .io ده ذكاء اصطناعي عامل زي شات جي بي تي، لكن هو open source. خلي بالك ان شات جي بي تي ممكن في اي لحظة من اللحظات الشركة من حقها تقول لك لازم تدفع فلوس، مش حاجة اسمها ببلاش او ببلاش خلص، ومش هيبقى فيه بلان بفلوس وبلان ببلاش، لا كله بفلوس، لان في الاول في الاخر الشركة ربحية ويما انها تكسب. فلذلك ده حاجة متوقعة في أي لحظة من اللحظات، ممكن النهاردة الصبح، ممكن قبل ما أشوف الفيديو، فنخلي بالنا. طيب الحل إيه؟ الحل إن إحنا برضو نلجأ للأوبن سورس ونبدأ إن إحنا ندعمه. ندعمه بإيه؟ بإن إحنا مثلا نجرب إن إحنا مثلا الموقع دوت مديني إمكانية إن أنا أشوف الردود وأقول له أحسن رد فيهم إيه، فده بيقوي الأوبن أساسن اللي هو البديل للشات جي بي تي. فمثلا هنقول له ايام فيلينج لاكي، يعني اديني اي مهمه وانا اشوفها، وبيبدا يجيب لك الشات وبيجيب لك كذا حاجه، فانت ممكن تعمل رايت للكود، تمام، تقدر ان انت تختار احسن واحد فيهم. ده بيساعد على تطوير الشات جي بي تي. ممكن تشوف الاسئله والاجوبه، تبدا تقارن، ممكن كرييت انشنت برومت. فمجرد ان احنا نساعدهم باقتراحات ده بيحسن الاداء، فانت تقدر تتفاعل معاه وتحسنه وتوجهه. يعني كان من ضمن الحاجات ازاي ان انا اوجه الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي لقيم وافكار معينه، بدل ما هو محشو بافكار زي زفت، ممكن مثلا حاجات عنصريه، ممكن ودي ممكن نتكلم فيها كتير، لان يعني في افكار عنصريه موجوده جواه وموجوده في القضاء نفسه. يعني كذا مره الذكاء الاصطناعي يتحيز ضد السود، يتحيز ضد العرب، يتحيز ضد الستات، تمام، وهم بيطور نفسه بنفسه. لكن لو شايف لا احنا التحيز ضد العرب هم ممكن عليه، فمحدش هيحسن الكود. انما هنا نقدر ان احنا نحسن الكود، نقدر ندخل فلسفه الفارابي وابن سينا وابن رشد والغزالي، كل الحاجات دي نقدر ان احنا نغذي بها. ليه؟ لان هو اوبن سورس، انت ممكن تاخد كوبي وتعدل فيها زي ما انت عايز، تمام. هنا بيكتب اسامي الناس اللي بتدعم، هنا في بعض الرسائل، تمام، تقدر تكتب اي رسائل، الليدر بورد، الستاتس اللغه العربيه، كل اللغات بقى الهيومن مسج باي لانجويج. فاحنا محتاجين ان احنا نتفاعل معاه قدر. دي صفحته على الجيت هاب، وتقدر ان انت تاخد الملفات كلها تحملها عندك بقاعده البيانات اللي موجوده باخر تطوير، وتعمل موقعك الخاص بيك، تمام. هم مسامحين، المهم ان انت تسيبها اوبن سورس، ما تقفلهاش. دي بعض المشاريع الخاصه بالاوبن سورس، الخاصه بالذكاء الاصطناعي، في حاجات فيهم ممتازه، فممكن احنا نبدا نعتمد عليها.